النسيم هبت علينا من حما المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حما المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى على أقدام صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفا الله 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 الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى الله 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 وله معجزات كل نبي هي حق وكلهم أمناء قيام الحيوانات بعمل الدعوة معه صلى الله عليه وسلم كان للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سرايا ووفود من أصحابه الكرام وأتباعه في البلاد والأمصار من حوله يدعون لدين الله تعالى سبحانه وتعالى عز وجل ومن العجيب أنه يستخدم بعض الحيوانات في الدعوة نعم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ترك الناقة القسواء حتى تبرك في مكانها الذي فيه منبر المسجد أمام دار سيدنا أبا أيوب الأنصاري وهو من بني النجار تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناقة على أنها مأمورة من الله تبارك وتعالى في تحديد منزله ومسجده وإذا كان الناس يتعاملون مع هذه المخلوقات على أنها لا تفهم ولا تعقل ولكنها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم الذئب في القرآن الكريم الهدهد أخبر النبي سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام أن هناك أمة يسجدون للشمس من دون الله حتى يقوم ليدعوهم إلى دين الله ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم في سيرته صلى الله عليه وسلم ذئب دل راعيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في الإسلام نطق هذه الحيوانات مع النبي ويتكلم معها آيات تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم وإرساله للعالمين عالم الإنس وعالم الجن عالم الدنيا وعالم الآخرة رسولنا قدوتنا في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حتى مع أقل المخلوقات وله معجزات كل نبي هي حق أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وذلك لإقامة الدولة الإسلامية
بعدما لاقى في مكة المكرمة هو وأصحابه الكرام من أنواع الأذى وصروف الفتنة، أمره الله سبحانه وتعالى وأذن له في الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة. وكان عليه الصلاة والسلام يريد من خليفته وصاحبه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يكون معه رفيقه في السفر. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد اشترى ناقتين، اشتراها بمبلغ عال بثمانمائة درهم، أحدهما أحد هاتين الناقتين اسمها القصواء، فجاء بالناقتين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله اختر إحدى هاتين الناقتين. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الناقة التي اسمها القصواء. ومعنى القصواء البعيدة عن الخدمة، البعيدة عن التعب، وذلك لإكرام صاحبها لها، فمأخوذة من التقاصي أو من البعد، لذلك سميت بالقصواء. وناقة القصواء ناقة محبوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يسافر عليها، سافر عليها إلى المدينة المنورة، وجاء راكبا إياها في صلح الحديبية، ثم جاء بعد ذلك في فتح مكة وفي حجة الوداع وكان راكبا عليها، وطاف حول الكعبة المشرفة وكان راكبا عليها، وخطب خطبته المشهورة في المشعر الحرام في مزدلفة وهو راكب عليها صلى الله عليه وسلم، فكان يحب هذه الناقة ويكرمها صلى الله عليه وسلم كما كان يكرم بقية الحيوانات والبهائم التي كانت هي أيضا تؤمن به صلى الله عليه وسلم، لأن هذه البهائم والحيوانات مؤمنة بالله سبحانه وتعالى وموقنة بوحدانية الله سبحانه وتعالى. أمرها الله عز وجل بأن تنزل في مكان معين وفي بقعة مباركة معينة، من هذه البقعة شع شعاع الإسلام ونور التوحيد ونور الرسالة المحمدية في المدينة المنورة وفي خارج المدينة المنورة. جاءت هذه الناقة القصواء وهي تمشي والنبي عليه الصلاة والسلام عليها وهو يقول لهم إنها مأمورة من عند الله، إذن هي معجزة من عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فهي بهيمة ناقة. العادة أن الإنسان هو الذي يوجهها يمنة ويسرة، لكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة إلهية. ومن ذلك المحل ومن تلك البقعة المباركة شع نور الإسلام وتحققت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة وفي تلك القصة، أن تلك الدابة البهماء العجماء التي لا تعرف من كلام البشر شيئا ولا تفقه من كلام البشر شيئا، لكنها جاءت في المحل المعد لها من عند الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحولها يمنة ولا يسرة، ولم يعترض الصحابة، لم يعترض أهل المدينة على ذلك، وإنما استسلموا لكلامه عليه الصلاة والسلام، دعوها فإنها مأمورة، وأقامت في المحل المعد لها، فكان بذلك معجزة خالدة للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد حبيب زين والله زين، له انشق القمر نصفين. يا أعرابي مرة وفي كبه ضب، والضب معروف أنه موجود في جزيرة العرب وله حكايات يذكرها المتحدثون عن الحيوانات. هذا الضب الذي جاء الأعرابي فوجد الصحابة ملتفين حول رسول الله، والضب في كمه، فالتفت وقال: أيكم محمد؟ قالوا: هذا. فقال: لولا أن الناس تصفني بالعجلة لقتلتك وأرحت الناس منك. فأراد سيدنا عمر أن يؤدبه، فقال له رسول الله: كف. وقال للأعرابي داعيا إياه إلى الإسلام، قال: أسلم.
كن مؤمنا بي. فقال لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. فقال رسول الله مخاطبا للضب: يا ضب من ربك؟ قال: ربي الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه. فقال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله خاتم النبيين، فاز وربح من آمن بك وخسر من كفر وجحد بك. فأسلم الأعرابي. فمحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع كلام الضب، والضب تكلم بلسان مسموع كما رواه الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأله عن غير مسألة وأجاب رسول الله بلسان فصيح فأسلم الأعرابي. فهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم له من معجزات، تأييدا لأصحابه وإكراما لمقامه عليه الصلاة والسلام. فهو صاحب المعجزات، وهو صاحب الكرامات، وهو الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بأشرف الرسالات وأكرم ما كان للناس في هذه الأمة مما أكرمت به من كونها أفضل أمة وخير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم العدل وتقيم ما كان الله سبحانه وتعالى قد أمرها به. فجزاه الله عنا أفضل الجزاء، وصلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين وإلى يوم الدين. محمد حبيبي زين والله زين، له انشق القمر نصفين. هذه الكائنات البسيطة وهي الحيوانات، إن كانت تبادلت الحب والتعاطي مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكيف بحالنا نحن ونحن أتباعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إن كان الذئب يسعى في خدمة دين النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو إنسانا إلى الله ورسوله، فلا شك أن هذا كأنما هو رسالة بلسان الحال، يقول لنا: يا بني آدم، إذا أنتم قصرتم في رسالة النبي محمد، نحن الحيوانات سنقوم بالنيابة عنكم وستفقدون هذا الشرف وهذه الفضيلة. نسأل الله أن يبقي فينا شرف البلاغ والخدمة لدين الحبيب صلى الله عليه وسلم. وله معجزات كل نبي هي حق، وكلهم أمناء. نسمات ومعجزات. كانت الكائنات تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يحبها، كان طاقة حب عظيمة صلى الله عليه وسلم. الناقة التي دخل بها المدينة قال: اتركوها دعوها فإنها مأمورة، فكانت تساعده صلى الله عليه وسلم بإذن الله في اختيار المكان المناسب. هذا المكان الذي طهره الله وجعله مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله مزارا للمسلمين إلى يوم الدين. نعم، إنها هذه الناقة التي ساعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواه. وهذا الضب الذي لا يؤمن الأعرابي حتى يؤمن هذا الضب، فإذ به يشهد بالوحدانية ويشهد بأنه رسول الله فيسلم الأعرابي، فكان سببا لهداية هذا المسكين الذي طلب هذا الطلب العجيب، لكنه ليس عجيبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سخر الله له الكائنات. الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلى وأعلى. نسيم هبت علينا من حمال المصطفى، نسيم فيها لهانا، فيها الدواء والشفاء بشمها. يا
يصلح الظاهر لنا والخفا. يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. الله 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 لا إله إلا الله. نسيم هبت علينا من حمال المصطفى. نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا. يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. الله 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 الله